هو يتماشى مع اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة، أعاده الله على هذه الدولة حكاماً وشيوخاً وشعباً بالخير والبركة، ويجب على كل مشترك اختيار طلة بوحي من ألوان العلم الإماراتي، وبالتالي الطلة راح تكون بالأبيض، الأسود، الأحمر والأخضر، وعندهم بس 30 دقيقة و15 قطعة إلى الفيتنج روم. Find something in within the colors that we want. A piece is a line or pantalon aswad, for example. Okay, please help me. I want to win, yeah. Saatne, عندي وقت. أسرع شيء عنا، لا هذا كتير أوفر، not my style. I want to be unique. I want to be special. But with the colors that from the flag. بدي هات يا بدي هات شو هالحظ؟ صعب. في كتير محلات صعب واحد يشوف كله. سارة صارت في قسم الأحذية، لازم تدور على شيء يناسب أو مستوحى من علم الإمارات أو لون علم الإمارات. خلينا نشوف وضعها، شكلها وايد متوترة. سارة كل شيء أوكي؟ لقيتي اللي تبينه؟ لا بليز بليز شوفوا الفوضى. تحتاجين سايزز؟ بليز. أوكي أوكي إكسكيوز مي؟ حدهم متوترين لان قاعد يبحثون على سايزز، وخصوصا انهم مقيدين بالالوان، عندهم بس 4 الوان. Should I check shoes now? I want to do shoes and accessories after I choose the outfit. Okay, انا جاهزه so far. Hello. قبل الفاصل تعرفنا على البنات وبدورهم تعرفوا على الحكام واستمعوا تعليقاتهم الأولية اللي تراوحت بين الجيدة والجيدة جدا. فعلا اللون اللي اختارته وايد مناسب لبشرتها ومعطيها طلة حلوة، حبيت انها هي نسقتها بعد مع البيج. الساندلز شوية معطيها pop in the look، وحبيت انها نسقت بعد الاكسسوريز. So all in all حبيت اللوك وايد. من بعدها انطلقت المشتركات لإتمام التحدي الأول واللي تطلب اختيار طلة مستوحاة من ألوان العلم الإماراتي. أوتفيت بألوان العلم الإماراتي كان موضوع التحدي الأول، وبالتالي نتوقع طلات جميلة بالأبيض، الأسود، والأحمر والأخضر. كان عند المشتركات 30 دقيقة فقط مع إمكانية إدخال 15 قطعة إلى الفيتنج روم. هويدا خلينا نشوف ونسمع رأي هانا بهذا اللوك، إذا كنتي موفقة أم غير موفقة لهذا التحدي. حبيت تنسيقها للألوان، حبيت أن اختارت الأبيض كتوب كالبيكر بارت، وايد مناسبينها، وايد عطنها إشراقة. لون الشوز والباك حلو، بس لو كان أحمر أكثر، الفلاج ريد يمكن ما كان متوفر، بس لو حبيت لو كان شوي أحمر أكثر، والبنطلون لو كان شوي أطول. هويدا صرت عم بفهم ستايلك، انت بتميلي اكثر للفورمال شيك، عندك هيدا الفورمال تاتش دايما من اول لوك فتي فيه، وهيدا ثاني لوك فيه كمان فورمال تاتش. حبيت التنسيق، التوب كثير شيك، كثير مرتبه، عندك الفورمال بانتس كمان، الطول هيدا كمان بحس
بتحبيه كتير versus البنطلون الطويل. الشيء الوحيد اللي بدي أعلق عليه هو اللون. اللوك لازم يكون مستوحى من العلم، والعلم بنعرفه فيه اللون الأحمر. أنت تبعتي اللون البوردو. حسيت اللوك وايد أنيق ومناسب جسمها، ولكن في نفس الوقت عملي. تنسيق الألوان رائع، بس نفس التعليق، ياريت لو كان الجوتي والشنطة على أحمر عشان يكون متوافق مع لون العلم. أنا أقول نفس ما قالوا لجنة التحكيم، أن الشنطة يفضل أن تكون أحمر مثل لون العلم، لكن حبيت الستايل لأنه كلاسيك. هذه هي شخصيتي شفناها من البداية، شريطة وايد حلوة على القميص، لكن السكارف أيضا ما كان مثل اللون الأخضر اللي نشوفه في العلم. طبعا زعلت انه ما لحقت لاقي اللون بالضبط اللي هو الاخضر والاحمر بالضبط، بس ان شاء الله على النكست راوند هعمل جهدي. لا اكيد مش مصره على السمارت كاجوال، مع انه بحبه هاللوك، بس لا اكيد اذا في شيء طلب ثاني او بيحتاج نوع لبس ثاني اكيد رح غير. طبعا ساره اختارت اوتفيت مستوحى من الوان علم الامارات، خلينا نشوف راي ريم بالاوتفيت. يس اور نو؟ يس، وايد حبيت اللوك، حسيت قدرت تضبط الالوان مع بعض، مع انه صعب ان تضبطهم لان كل لون مختلف، وطلعت بلوك كلاسي والدرس مناسب بجسمها، انا وايد حبيتها. اتس بيرفكت، كتير مبين كلاسي عليك وعلى جسمك. حلو كتير الفورم اللي حطيتيه فوق اللي هو مثل الكيب على الليس اللي هو كمان كتير مرتب. التنسيق مع الشوز والشنطة is perfect. حبيت أن الشوز هو الأحمر بالموضوع كله، والشنطة في عندها الألوان كلها تبع العلم. كتير موفقة بهذا اللوك. أنا شنو رأيك باللوك النهائي؟ أنا حبيت أكثر شيء أن اختارت الأخضر كلون أساسي الفستان، وانا دمجتها مع الشوز الاحمر طلع وايد راقي، والشنطه فيها كل الالوان طالع وايد كيوت وحلو. انا اضم صوتي لصوت لجنه التحكيم، اللوك رائع بيرفكت 100%. انا كثير انبسطت انه اللجنه حبت اللوك اللي اخترته، كان لوك موفق الحمد لله، وان شاء الله يعني اثبتت انه الثقه بمحلها. طبعا انا حابه البس شيء يكون مميز، ما حدا من البنات ممكن يجرأ يلبسه، وقررت الالوان يعني مسائيه اكثر. تمارا شنو رايك بهذا اللوك؟ ساره اول ما فتت اعطيتينا طابع اللي هو انت يور سمبل، بتحب السمبل لوك. هيدا منه سمبل فور مي، حسيته شوي معجق، يعني كل قطعه حلوه بس مش مع بعض. السكارف ابيض، الهات بوردو يمكن مش احمر على لون العلم، عندك الشوز مخمل، فتنا بماتيريال تاني، عندنا الشنطه خضراء، فالاكسسوارز استعملتيهم لتنسق الفول لوك، كل وحده ما خصها بالتاني، حلو شوي يكون منسق اكثر. احلى شيء اللون اللي ضابط الوحيد اللي هو اللون الاخضر للشنطه، اما اختيارك للاكسسوارز ما كان موفق ابدا، اللون ابدا مناسب. اللون المارون الهات اللي استخدمتي والشوز لا. بالنسبة لي ما أشوف موضوع اللوك اللي هو علم الإمارات، لأن الألوان متضاربة مع بعض، يمكن حتى اللون المفروض يكون أحمر هو جاي على بوردو. سوري بس أبدا ما حبيت اللوك، حبيت اللوك الأول أكثر من هذا. أنا بالنسبة لي أيضاً أحس إن في وايد أشياء في اللوك، يعني يمكن التوب مع الحزام مع بنطلون أحمر ممكن بيكون يضبط أكثر لهذا التحدي، ولكن أنا أيضاً أضم صوتي للجنة التحكيم وأشوف إن اللوك غير موفق. ضايقت لأنه كلهم كانوا أراءهم يعني مش منيحة، يعني ما كان في شيء منيح أبداً، عرفتي كيف؟ يعني في سلبيات وإيجابيات بس كله كان سلبيات، سو حسيت إنه مو بعرف. إذن هذا كان التحدي الأول، وقد تفاوتت تعليقات الحكام، والمهم أن تستفيد المشتركات من كل هالتعليقات للتحدي الثاني، خصوصاً أن مشوار واحدة منهم راح ينتهي بحكم نتيجته. وبالحديث عن التحدي الثاني،